نعم. تاني تاني يا سوسن، واحنا مش كنا قفلنا كلام في موضوع الخلفة ده يا سوسن؟ يا سوسن انتي اصلا ما بتخلفيش. ايه الامل ده بقى ان شاء الله؟ وهنجيبهم منين دول ان شاء الله؟ ده انا مرتبي ما بيكملش ال 3000 جنيه، وانت مرتبك يا دوب بيغطي مصاريفك بالعافية، يبقى هنجيبهم منين؟ كفاية بقى يا سوسن، ابوس ايدك، مش كل شوية في الموال ده. سامي تشاهد رأى